بين العزاز أو في أنا فين ما كنتو كنعاود نجدد تحيتي بكم، كنسلم عليكم وكنتمنكم يا ربي تكونوا في أتم صحة وعافية. بعد أولى فقرتنا أكيد رفقة الدكتور لطفي صغري، وحنا كنعيشوا معكم هذا الشهر الوردي شهر أكتوبر اللي هو شهر التوعية والتحسيس بدء سرطان الثدي. كنعرفوا أنه بمجرد إعلان الخبر على الإصابة بمرض سرطان عند المرأة كتصاب حالة اكتئاب حادة، يعني كيراودها كتير الأفكار كأنه نهاية الحياة. أكيد أنه هاد المخاوف هي إيجابية وسلبية في نفس الوقت، إيجابية باش نتمسكوا بالحياة أكثر ونتحاول أنه هاد السيدة هادي تقاوم هاد المرض، خصوصا لما يكون التشخيص ديالو في المبكر في الأوائل ديالو. وهذا هو الدعوة ديالنا والنداء ديالنا، تكون عندنا هاد الوعي والإلمام أنه ما فيها بس أنا وصلت 40 سنة نمشي ندير التشخيص ديالي المبكر، نقلب التدي ديالي مرة نشوف بلا ما نهور راسي، بلا ما يدخلني داك الوسواس عاوتاني القهري بزاف فيه عاوتاني تهضر حالة مرضية. الاكتئاب هو واحد الشعور اللي حنا كنعيشوا فيه وكيجينا اكيد بواحد النسب متفاوته، كاين اللي بنسب كثيره كاين نسب قليله، كاين على حسب المود والطقس والتغييرات ديال بزاف ديال الحويجات في حياتنا. فحنا هذا هو موضوع حلقتنا ديال اليوم كعاده كل يوم ثلاثاء، انتم كتعرفوا انه كنخصوا لواحد المجال اللي هو جميل جدا، قربتنا منه الضيفه الرائعه الغزاله ديالنا اللي كتنورنا في بلاطو لاله فاطمه الاستاذه لطيفه بن جلون اللي هي اخصائيه في الميدسين هوليستيك. وكنا تكلمنا على شنو هو الطب الشامل، شنو هذا الميدسين هوليستيك، هو واحد النهج ديال واحد العلاج اللي كيعتمد على النظر على الانسان او الشخص في حد ذاته بشموليته، بمعنى كاين لو كور الجسم، كاين العقل والروح ايضا. فهذا تخصص جميل في بزاف ديال الامور بما فيها اليوم موضوعنا ديال الاكتئاب. كيفاش كيتناولوا لا ميدسين هوليستيك الاكتئاب اللي ولا واحد وتيره صعبه بزاف ديال الناس كيعانيوا منه، ياك لطيفه؟ اول حاجه نقول لك صباح النور نوره كيف العاده، وانت منوره تبارك الله عليك. الله يحفظك. تبارك الله عليك. صباح الخير للمستمعين ومرحبا بكم في طاقه الشفاء ديالنا اللي لاله سميه هي اللي سماتها. واكيد هو واحد الفكره وجمال هي احنا كفريق الحمد لله اختاريناها شكون فعل طيب على كاع المستمعين ديالنا. كل شيء الله، انا كنتمنى لكل شيء الشفاء الله، غير يحاولوا زعما يتصنتوا لينا مزيان ويتبعوا النصائح. ولا لا لطيفه، احنا كنحتفلوا في هذا الشهر اكيد شهر اكتوبر بالتوعيه والتحسيس بدا سرطان الثدي. احنا قرب من يعني من الخطر ونفسيه كل مره مغربيه ونساء العالم ككل، احنا شويه عاطفيين بزاف ياك النساء، وغير حويجه كتجينا كتقلقنا نقدروا ندخلوا في خانه اكتئاب الا ما قدرناش نسيطروا على هذه المشاعر. هذا هو علاش انا هنايا باش نحاولوا داك الاكتئاب وداك الشيء هذا نفيتيوه زعما نتفاداوه. يعني دائما كنهضر انا على الطاقه، لان الطاقه الا ما خدمناش على الطاقه كتمشي ديريكتومون للعضو، فهمتيني؟ دوك الطاقه هي ديك اللي كتكون اللي بحال دي بوتي موتور، هما اللي مخدمين لك هذه ومخدمين هذه، نحاولوا نخدموا عليها ونهضروا معاها ونعالجوها بالافكار ديالنا باش ما تمشيش للعضو، حيت قوه الافكار السلبيه اوتوماتيكمون كتادي ياك. بيان سور قوه الافكار السلبيه سلبيه 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 سلبيه, سلبية. كتبحال كتثقب ديك الهاله اللي عندنا وكتمشي للأورغان، الأورغان اللي قال اللي كنا فوالا العضو اللي قلنا لك، الأمراض اللي حنا كنتكلموا عليها والعلاجات ديالها. العضو الأول قلنا هي الكبدة، ياك عقلتي عليها. حنا نعاودوا ناكدوا واحد المعلومة أستاذتي لطيفة بن جلون باش المستمعين ديالنا يفهمونا ويوعوا معنا بهذه المسؤولية، أنه متأكد أنه الطب الشامل أو لا ميدسين هوليستيك ما جاتش كتجاهل الطب الكلاسيكي ديالنا المعتمد، الأدوية ولا التشخيص ولا الفحص ولا هادشي كامل حنا محتاجين له. خذ الدواء ديالك في وقتها، سير تزور الطبيب، دير فحوصات ديالك، داكشي اللي أمرك به تبعو، وبالموازاة معاه ممكن انك دير علاجات بديله اللي كتقدر انها تقوي العزيمه ديالك وكتعالج الروح وكتعالج كذلك كيف ما كنقولوا العقل باش يفكر سليم. هذا هو موضوع حلقتنا ديال اليوم، غادي نتكلموا كيفاش ممكن لا ميدسين هوليستيك لا لطيفه انها تقدر تعاوننا في علاج الاكتئاب. غادي نبداو بعد تعريف الاكتئاب في لا ميدسين هوليستيك، كيفاش كتعرفوه انتم؟ الوغ قبل ندوزوا كيفاش كنعرفوا، حيت حنا عندنا لي زوتي ديالنا ساهلين، كنشوف الانسان بعدا غير في عينيه، كنهضر معاه في عينيه كنفهمو كنعرفوه راه مكتئب، فهمتيني؟ وما جا عندي إلا كاين الاكتئاب. نهضروا بعدا على الاكتئاب، على شنو من الحالات اللي كيجي فيهم. داكوغ، دونك الاكتئاب هي راه افكار، في الحقيقه راه كتكون واحد الافكار سلبيه، واحد الطاقه سلبيه، ودوك لي شاكرا ديالنا دوك الطاقات كلشي مسدودين. بحال اللي كنا قلنا مع الدكتوره كاين واحد الخلل، كاين بحال شي حاجه قلتت، دونك حتى حاجه ما كتبقى تمشى. كتعرفوا بانه حتى الطفل الصغير اللي عاد زاد كاينين عوامل بيولوجيه، يعني حتى الطفل الصغير اللي كيتزاد راه تا هو كاين اللي كيخلق بالديبرسيون،
باش نتفاهموا. اه وي بيان سور. والله تزاد يا الله تزاد وشفتها بعيني زعما كون ما شفتهاش نقول لا ما كايناش وقريت عليها. إيه؟ كي تزاد علاش باش نفهموا المراه اللي حامله حتى هي كيفاش تصرف مع ديك الكريشه ديالها ولا داك الوليد داك الطفل اللي عندها باقي جنين. الجنين تماما هادو عوامل بيولوجيه. يعني واما داك الطفل كيكون عنده والد لي غران بارون داك الجدود ديالو داكشي كانوا كلشي مكتئب ودي فيكتيم ما عرفوش كيفاش يخدموا على داك الاكتئاب. يا اما الام كتكون مكتئبه وهي حبله. ياك نتفاهموا على هذه القضيه اللي هنا خطيره وبزاف عاد وقليل اللي كيهضر عليها. دونك داكشي كلشي اللي كتهضر مثلا كدابز مع راجلها مثلا قياس الخير والسلامه على كل واحد الراجل مات مثلا الام بزاف العوامل كان حمل ماشي هو هذاك ظروف هي ما بغاتش ولا قالوا ليها وليد هي بغات بنيه قالوا ليها بنيه هي المهم كيوقعوا شي حتى كيكون عندها هرمونات مخربقين مسكينه الله يكون في العون مي كلشي كيشربوا الوليد ياخذوا الجنين. دونك تيخلق داك الوليد ديجا هو معرض للاكتئاب. علاش ملي كيكبر مسكين كيكون دائما الطفل مكتئب كيضرب كيغوت كيهرس الحيوط فهمتيني كيكون واحد الهايبر زعما هذا اكتئاب كنقولوا بيولوجي عنده ماشي عندنا حنايا حنا كناخذوا الناس لي زادو الكبار ما كان هذا كيمشي ديريكتومون تخلي ماما كتبدل ليه الاكل ديالو باش كان على الله كيتغير اوي بيان سور الاكل ديالو هو الدواء ديالو في هذاك الصغر. علاش كنفطنوا انا راه مسكين عنده حاله اكتئاب هاد الطفل شنو كنفطنوا له كنعرفوه كنوعاو به خاصنا في هذا البرنامج هذا تبارك الله عليك لاله سمية على هذا السؤال نفطنوا به ونوعاو بان الوليد ديالنا في اكتئاب حاد على ونبداو نديرو بحال فلاش باك نتفكروا وهذه وقعات وشفتها بعينيا كنشوف مع المراه مثلا ملي كتقول كنقول لها ملي كنتي حبله باش كنتي كتحسي ضربت مع راجلي خرجت من الدار مي المهم كاين بزاف ديال هذا مشاكل اجتماعيه مشاكل اجتماعيه اللي ما قدرتش نحللها مثلا وهي الكونترير خص المراه ايم تعرف راسها حامله تبدا تخرج لا ناتور تمشى على رجليها حفيانه تمشي للبحر الاكل الصحي الصحي وكاع الناس اللي كيكونوا فيهم عندهم افكار سلبيه توكسيك تبعد عليهم بعد عليهم حتى نولد منين ولد دبر راسك ديك الساعه دبر راسك عيب عليكم حنا في شويه في تقاليدنا في مجتمعنا صعيبه هذه الفكره هذه لا حنا كنتبدلوا لاله سميه لا وهذا البرنامج علاش درتو باش الناس تغير شويه من الافكار ديالها الا بغينا نبغاو نخليهم هكاك ستاغنو راه ما غاديش راه كان ادي واجيال جايه ولا ما كنحسوا بالمعنى ادي اكزاكتومون كنهضر دابا على هذه يعطيك الصحه شكرا انك شفتي لهذه النقطه هذه وبها غادي نبداو معنا غير واحد الوقفه مع الاعلان ومن بعد راجعين مستمعينا الاعزاز ركزوا معنا مزيان موضوعنا جميل بزاف ودائما صراحه الموضوع ديال لاله لطيفه غزالي حنا كنعيشوا دائما هاد الامور وانتم ايضا غتقاسموها معنا شاركوا تجاربكم علاش لا الا مريتوا من هاد الشيء حكيوه لينا على ارقامنا 0522 31 33 33 او رقم ثاني اللي هو 0522 30 30 00 غنبداو نستقبلوا المكالمات ديالكم بعد هاد المحطه الاعلانيه راجعين برجعنا معكم مستمعينا الاعزاز اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا صراحه موضوعنا مثير للاهتمام كل واحد فينا عنده واحد جزء بسيط نقولوا ياك واحد البركه عايش بها سواء كانت بالقليل ولا بالكثير المهم كنا دزنا من المراحل اللي حسينا بها بواحد المشاكل اجتماعيه عاطفيه يعني اكيد كتخلينا عرضه ان نصابوا باكتئاب الجميل هو انه نقدروا نتغلبوا على هذا الاكتئاب ونتجاوزوا السميه غادي اسمحي لي ماشي مشكل تفضلي غير هو هنا عندنا في بلادنا هنا الله يحفظها لينا أيه. عندنا بزاف العائله كي يدخلوا لك في ليسباس ديالك في في داك الحبله ديال دابا ولا ماشي دابا ومصابت تولد بنيته راه عندك لا خليو المراه ترونكيل ملي كتكون حامله راه كتكون واحد لا سونسيبيليتي مسكين كيكون حنا كنقولوا لي بورتاي محلولين فهمتيني غاديك مرحله النفاس لا سبوع غير دار لا ما غيدارش لا ديروا فيه هذا الشيء اللي عرضوا على فلان لا ما تعرضوش على علان شوف ما غاديش نوصي الناس لان ما غاديش تبدلوا ولكن كنوصي المراه الحبله تحاول ما امكن تحي ما تجتمعش مع الناس اللي ما تخليوش ياثروا عليها توكسيك ياك ما ياثروش عليها وتبعد على هادشي واللي قال لها كذا ودا تقول ليه داك انا في يد الله صافي ونسد عليه الباب هكا بحال سديت نقول ليه شي كلمه بو انا ما غاديش نعلمكم تبارك الله راك تعرفوا تهضروا شي كلمه اللي هذاك اللي حدايا يقدر يسد فمه ما يدخلش ليا في حياتي الله يرضي عليك حنا كنتعلموا الا لا
غادي نمشيو وجهتنا ستوندار. تبارك الله كاين مكالمات تبارك الله من مرحبا. مرحبا. ولكن غادي نسمعوهم اكيد سي عبد الغني من زاكوره وكذلك هديل من تاونات. نبداو بزاكوره ياك سي عبد الغني. سي عبد الغني السلام عليكم. الو السلام عليكم الاخت سميه. لاباس عليك سيدي. سهلا. نشكركم بزاف على هذا البرنامج كنستافد معكم الله يكثر خيركم. مرحبا. بغيت نسولك الله يرحم الوالدين اللي هضرتي على الوليدات كيتزادوا بالاكتئاب. وانا نتفكر الاخت ديالي. ايه. دابا الاخت ديالي عندها واحد وليد عنده 4 سنين. ايوا. يعني فوق كيهضر معاه كيتقلق كيبدا يضرب راسه مع الارض كيبدا يعض في يديه. عنده 4 سنين. عنده 4 سنين. ايه. ولكن فعلا الظروف اللي دازت منها الاخت ديالي دازتني فعلا الاكتئاب لان كان حتى الحمل غير مرغوب فيه لان كان عندها واحد وليد قبل منه معاق. وكان الضغط ديال العائله بانها ما تزيدش لان عندها دريه معاق عندها ديجا وليدات اخرين و... لا اله الا الله. هالي قلنا هادشي يلا بدينا. يلا بدينا. هالي قلنا سي عبد الغني حيت هاد النقطه سي ممكن السبب اللي التصرف ديال الوليد واش ممكن زعما يكون من واخا سيدي عبد الغني واخا. واختك بعدا كيف بقات هي شويه في نفسيتها وتجاوزات الحمد لله؟ صراحة شوية لأن دابا بسبب الضغط صابت في القولون العصبي و ومع الوليد عنده بحالة إعاقة وكاين وليدات صغيرين يعني جاو متابعين. واخا لاله لطيفة شنو رأيك سي عبد الغني؟ هذا هو الشيء الموضوع الأولاني باش بدينا بالدراري الصغار زعما أنا فاهماكم وفاهمة العيالات مساكن اللي ولدوا وليدات زعما عندهم ديجا هي عندها الاكتئاب وزاد الولد توا غادي يكمل عليها حيت هذا المشكل راه هو بسيط في حد ذاته ولكن ما عمرنا كنهضروا عليه. فهمتيني مثلا كتشوف ذاك الولد كيضرب تقول آه شحال قبيح آه على عفريت نو خاصك تفهم هذاك الوليد باش نقول لك زعما انا زعما حنايا في الطب الهوليستيك ميديسين كنداويو الدراري الصغار لا ولكن نقدروا نهضروا نداويو الام ديالو باش حتى هي تتعامل معاه بواحد الطريقه اللي ما يبقاش هو ينفعل بزاف عاد ولا بد ليه من امبسيكوثيرابيوت منين يكبر شويه ويوعى حيت 4 سنين باقي مسكين صغير. الحل الوحيد السي عبد الغني اللي تقول الاخت ديالك هي تبدل ليه الماكله ديالو راه الاكل هو الدواء ديال هاد الوليد دابا مثلا ما ياكلش جانك جانك فود والفاست فود الاكل السريع السكريات بزاف فوالا حيد لي السكر الفانيد والمسائل الحلوه اللي غادي تزيد تكمل عليه وتحاول مثلا تعلمو غير شويه بحال دابا مثلا منين يجي من المدرسه ولا شي حاجه يترخى يرخى شويه واحد النعيسه واخا تعرف تعطيه شويه ديال اللويزه ولا الاخرى سميتها داك اللي كترخي شويه المانيزيوم كاين المانيزيوم ديال الدراري الصغار شويه المانيزيوم عطيه للدراري الصغار غير على ما يكبر ولكن من يكبر هذا هو علاش حنا كنهضروا على الاكتئاب والخوف لان ملي كتكبر قلاتو مسكين لوليدها دابا ملي غادي يكبر غادي يكون صعيب شويه عليه الحال كنبداو نشوفوا الناس معصبين والانفعالات كنقولوا لا اش كنقول لك يتصالح مع الطفل هو الطفل الداخلي شنو وقع وهو بنفسه السي عبد الغني قال لك بانها هي كانت مكتئبه كان مشكله ظروف ديال الحمل ديالها قال لك انه عندها ديجا وليد وجاو متابعين الله يكون في العوان ملي كيكون عندك في الاسره طفل مداوي الاحتياجات الخاصه فخصو جهد كبير خصو تعب خصو مرافقه خصو عنايه عاد كيمنعوها حنا تدخل الاسره لا ما تزيدش ربما غادي يكون داكشي الاقدار ديال الله وحنا قابلين الى حتى تزاد شنو لا سميه غنزيد لك واحد المعلومه مهمه خص كاع المستمعين يعرفوها الشيف الهوليستيك ميديسين عندنا لو كوتشينغ سبيريتويال شنو هو لو كوتشينغ سبيريتويال شنو هو الكوتشينغ الكوتشينغ سبيريتويال هو ديك الطاقه ديال الله سبحانه وتعالى اللي كتكون انت معاها كيفاش كتعمر القلب ديالك بديك لا فوا بداك الايمان داوي الروح داوي الروح برافو exactly. محتاج كداوي ديك الروح ديالك باش كتكون عندك ديك القوه الالهيه غادي نولد وليد زوين غادي ندير لنا غادي لان ربي سبحانه وتعالى معايا أيه. مني كتكون ديتاشي ولا مريض ولا هذا راه اوتوماتيكمون كيمشي لك داك لو بود فيل دابا الام محتاجه مسكينه علاجيك لطيفه وشكرا لعبد الغني على المكالمه ديالو صراحه وعلى تفاعله مع الموضوع سلامي للمستمعين ديالنا كاملين صراحه غادي ننتقلوا سي عادل من تاونات سي عادل السلام عليكم مازال معنا سي عادل قطع الاتصال طيب معذره من سي عادل يمكن طولنا عليه ويقطع
غادي نكملوا حديثنا فين وقفنا. لا لا الطفل وقفنا على داك الطفل. ايه على داك الطفل اللي كتكون الام حامله به وداك الشيء وكيقوا المشاكل. دابا غنمشيو لهذا العامل البيولوجي. دابا غنمشيو لحاجه اخرى. اشنا هو اللايف ستايل ديال الانسان؟ شنو هي اللايف ستايل؟ كيفاش كتعيش انت؟ نمط الحياه ديالك. نمط الحياه ديالك كيفاش انت كتعيش؟ هذا الشيء باش ما نحاولوش نمشيو لداك الاكتئاب الحاد. حيت راه كاين واحد الاكتئاب صعيب باش ينوض الانسان وشفته صعيب وكتلقاه باقي صغير ما كيقدش يمشي حتى على رجلي. بغيف ما غاديش نمشيو في هذا. نمط الحياه ديالك كتبدا انت تسائل كيفاش انا اش كنعيش اش كندير فاش كنفكر اش كنشوف التلفزيون اش كنشوف الموبايل ديالي هذا هو انا اش كناكل. هاد لي كيستيون هاد السؤالات دائما خصنا نطرحهم على النفس ديالنا كل نهار. فهمتيني هذا الانسان اللي فيه الاكتئاب بغى يتبدل دائما يشوف ديك اللاي ستايل ديالو كيفاش عايش فين عايش مع من كيهضر شكون هذا اللي كيدفعو مثلا باش ينتج شكون هذا اللي كيهبطو لتحت. هادي من علام بون رجع لينا ساعه ديال لا لطيفه ممكن ثواني غير نسمعوا المكالمه ديالو ومن بعد نكملوا ساعه ديال. السلام عليكم. عليكم السلام. ساعه ديال نقص شويه الراديو الله يسهل عليك باش نسمعوا كاملين بوضوح. واخا مرحبا. شكرا لك سي عادل. وتهمنا المشاركه ديالكم صراحه لان كتنقلوا لنا تجارب وهذا الشيء معاش للاسف انه كنلقاو في اوساط كثيره اجتماعيه بيناتنا دايرين كيعيشوا نفس هذا. سي عادل تفضل مرحبا بك. قلت لك اختي ما هي الاعراض ديال الاكتئاب؟ اعراض الاكتئاب واخا صافي واخا سيدي على الراس والعين. شكرا لك سي عادل مرحبا بك معنا واكيد غادي تجاوبك لاله لطيفه. حنا باقي الله ربينا في التعريف ياك باقي ما دخلناش الاراء. سي شرقاوي ناخذ اتصال. سي شرقاوي سريعا. السلام عليكم. السلام عليكم سي شرقاوي فقيه بن صالح مرحبا. كيداير لاباس عليكم؟ كيدايرين اسيدي نتوما لاباس عليكم؟ كنشكركم على هذا البرنامج كنستافدوا منه الله يجازيكم بخير. ربي يحفظك هذا برنامجكم. سي شرقاوي مرحبا بك. تفضل شو السؤال ديالك؟ كثير الاعراض ديال هذا الاكتئاب تنظن انا يمكن مصاب بها. عندي هذا الاكتئاب وافكار سلبيه كنبقى نفكر بزاف لان بحكم الخدمه ديالي خدام غير وحدي ما كنتلاقاش مع الناس بزاف كنضل خدام غير وحدي كنضل جالس غير وحدي حاسه. شكرا. واخا شحال مثلا هاد الاعراض اللي تفضلي لاله اسمح لي من غير الافكار السلبيه باش كتحس في ذاتك لداخل زعما باش خلي الافكار السلبيه باش كتحس؟ نحس بحال عيان بحال مريض وبحال انا ما ضرني حتى حاجه كنحس براسي مريض بحال نقول صافي الحق الدرجه الصبح نقولوا العصافي بزاف الحوايج. داك دابا تي يتبروغراما داكوغ اوكي. دونك نجاوبوا السيد الاولاني واخا السيد الاولاني سي عادل. سي عادل سي عادل سولتينا على هما الاعراض شنو هما الاعراض ديال الاكتئاب بزاف راه كل واحد والحياه ديالو كيف قلنا اللايف ستايل ديالو فين عايش وكيفاش كيجي داك الاكتئاب. نورمالمون الاكتئاب اللي ملي كيجي فريمون كيهود ما كتبقاش تقدر تخرج للزنقه كيولي كيركب فيك الخوف كتجيك بزاف البكيه كيجيك حاشك تقيايا الغثيان الردان اللي دوا معك كطير فيه يعني كتولي على اعصابك فهمتي كنقولوا جالس على اعصابك كيجيك الحريق في كرشك كيجيك بعض المرات في العظام ديالك. المهم الحاجه المهمه اللي كتجي في الاكتئاب ما كتقدرش تبقى تخرج لبرا كتولي خايف من الزنقه خايف من الناس خايف من بزاف كتجيب العزله واحد كيك بزاف كتجيب كيعزل كيبقى بوحدو كيعزل لا كاين اللي كيخرج ولكن راه هو في الاكتئاب يقدر كاين بزاف اللي كيخرج هذاك اللي كيخرج انا كنشجعو عرفتي علاش لان كيضارب مع هذيك لا ديبرسيون خصو يضارب معها لان كيف قلنا ذاك المره على الخوف راه الا ما درتيش المواجهه فوالا لو ديفي ما داو زعما ما درتيش مع هذاك لو ديفي كتركب عليك بحال الخوف هو كتغلبك هي كتغلبك. هادو هما العلامات ديال الاكتئاب ما كتحمل حتى واحد تهضر معاه اللي شفتي فيه بحالك انفاس كيجيك بحال خايب ولا والافكار السلبيه والافكار والموت وكيبقى الانسان يخام وكيبقى الانسان وما كيقدرش يخدم هادو من علامات الاكتئاب. وسورتو اللي كان انسيستي عليها لاله سميه
القولون العصبي. سمعتي بزاف ديال الشهادات جاو قالت لك باعراض القولون العصبي. اي وراه قلناها القولون العصبي. القولون كيضرب القولون العصبي ميالوغ زعما ديريكتومون بيان سور المعده كتولي كتزح بحال شي قلب عندك انا كيقولوا لي كتولي كتزح. راه كلشي الا جينا نشوفوا المشاكل الاكثريه المشاكل العظام هذا من القولون العصبي والمعده. لان كيقول راه كنت كنسمعها المعده هو باب الداء. باب الداء صح فهمتيني. دونك هادو خص الانسان ينتبه لهم ينتبه لهم ويداويهم على لا سميه. ما كنهضرش انا على الدواء يداويهم. كاين بزاف ديال لي ثيرابي باش يداويو القولون العصبي. الا بغيتي نهضر لك على القولون العصبي على لا سميه شنو هو لا علاش كتولي ديك لا ديبرسيون كتسكنو راه كلشي من الدماغ. علاش؟ حيت من الدماغ القولون العصبي واحد المساله حتى هي عجيبه اللي حتى واحد ما تيهضر عليها. ماشي كنفتخر بنفسي غير غادي نفهمها الناس. هو لو نيرفاك. كاين داك لو نيرفاك اللي شاد لينا من الراس المصران كنقول لي انا الويفي. اييه هو اللي كيدي لنا دوك الاخبار ديال الراس. ها هو عنده افكار سلبيه. ها هو جالس مع دي جون توكسيك. ها هو ها هو ها هو اوتوماتيكمون كيتضرب القولون العصبي. واخا نشوفوا نكملوا حديثنا وياك لانه تبارك الله كم ديال المعلومات اليوم في حلقتنا في وشيقه هذه نحلوا عليها ولينا تاع بزاف الامور. غادي نمشيو غير فاصل قصير 10:30 تقريبا رجعنا معكم مستمعينا العزاز. اهلا وسهلا الناس يلا التحقوا بنا. حنا كنتكلموا على الطب الشامل لا ميسين هوليستيك اللي كنتكلموا عليها كعاده كل يوم ثلاثاء رفقة ضيفتي وضيفتكم لاله لطيفه بن جلون اللي تبارك الله متخصصه في هذا المجال. وغير خارج الفاصل كنبداو نتكلموا على بزاف الحويجات يعني خاصنا خاصة صراحة حلقات وحلقات في هادشي. إن شاء الله تنتكلموا. حنا اختارينا اليوم نضويو على الاكتئاب ياك لأن جاونا بزاف ديال الأسئلة وعاد خلاص في المكالمات كلمتو بزاف ديال الناس كيعانيو من الاكتئاب. يلا لطيفة وأنت كتشوفي تبارك الله ضغط كبير على التليفون فما عرفنا واش نكملوا ولا ناخذوا الأسئلة ولا شنو نديروا. ناخذوا مساكن نعاونوا ناخذوا سعيدة. يلا ناخذوا سعيدة من تطوان. سمو سعيدة صباح النور سعيدة. صباح عليكم كيف رايكم؟ لاباس عليك أنا سعيدة. صبية كريمة الحمد لله. لالا سعيدة كيف بقيتي أنت شوية؟ دكتورة لاباس عليك. لاباس على لالا الله يطول عمرك ويجيك وتشافي إن شاء الله. أنا دائما نتبعكم ليل ونهار كدات في الليل مع الصحافة العارضة تصبح على برنامج ديالكم. مرحبا يا لالا سعيدة. مرحبا مزيان. دكتورة طولة اكتئاب اكتئاب أنا مكتئبة بزاف. سكينة لالا سعيدة عندها ظروف كثيرة صعيبة. حبالي الأولية كيعصوني فيها واحد المرة صبت كرشي أنا باقي لي سيمانة نولد وبغيت على كرشي بالطرش 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 باش نطيح هذيك الجاني من العظم اللي فيها حتى كنت كنقول له شيخ ناخذ ليك العين العوار صح الحمد لله العوار ما عرفش ودابا بقى فيا ديك الاكتئاب. دابا انا ما كنخلف شيء شو دير رجلي كنخلف بالدراع عندي الحرق في ركابي طاف الفكرة مشيت نطير دراس غادي من فراسك والو هذا راديو قلت بالله فراسي قال لي والله ما فراسك والو قال لي انت حلفتيني تسمعني يا دكتور مشيت عند الطبيب دار رجلي من الراديو قال لي ما فرجلك والو شنو في رجلي انا دابا غير في الدار في طبيعي حلي بالعنف ما كان دخل ما كان خرج عصب زكي في يدك الرجل عصب دابا هذاك طلقته تهنيت منه من طلق الثقة خرجت يدي على راسي تهنيت منه ولكن الحمد لله ما خطيت غير مع سيدي ربي دابا قولوا لي باش نرتاح اللي ما نرتاحش شكرا. شو سميتها لالا سعيدة؟ لالا سعيدة لالا سعيدة هاد دازت في حياة شوية صعيبة فيها بزاف المشاكل. لا هي دابا عندها الاكتئاب بداها وما عالجاتوش خلاته حتى كبر. واش كنقول لك الظروف ديال الحمل كانت كيفاش بيان سور سمعتها قربت تولد وبدات كتضرب في راسها راسها وكتطرش كتعطي الطرش لوجهها وهذا الشيء يعني دخلات في ذاك اللي كنا كنهضروا عليه ذاك المرة دخلات في واحد ذاك الاكتئاب الحاد اللي ما كتبقى تشوفي كل شيء اونوار كل شيء. لالا سعيدة من الأحسن تمشي للطبيب.
لان حنا بحال دابا مثلا الهوليستيك غادي يعاونك غادي يعاونك، ولكن هي في الحقيقه في الحقيقه في الحقيقه باش ما نقولوش شي كلمه زعما ماشي هي هذيك نبداو نخربقوا، هي ولا بتخصم خصم رفقات لا خصم مرافقات الطبيب لا سعيده نفساني مسكينه كتعاني قالت لك حتى جوا اعراض عضويه ركابي الراس وكتمشي تشخص وكيقول لك بعدا اولا بعدا كنحييك وزعما راه هاد هاد المساله اللي ما عندك والو في راسك وما عندك والو في رجليك مثلا راه راه هادي راه هذا من عند الله هذا نعمه من عند الله. الحاجه الوحيده اللي كنوصيك عليها لاله سعيده اول حاجه خصها تشوف ولا بدا الطبيب النفساني، وتحيي الاطباء النفسانيين لان غادي يعتقوها غادي يعتقوها غادي تاخذ بعدا الادويه اللي غادي تعيد لها بعد ديك لابريسيون ديك لابريسيون وكتشوفيها في صوتها مسكينة كتحس لا صوتها وهذا اي أيوة والله يلطف على الجميع يسهل على الجميع ويشافي الجميع. غادي ناخذ هدى قبل ما تقطع على لطيفة. انا معك انا اليوم ما سولتك والو انا اليوم الدنيا هانية المستمعين اللي كيسولوا لالا هدى السلام عليكم. السلام عليكم شخبارك لالا لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك داين على خير. الله يطول عمرك لالا هدى مرحبا بك. شكرا على هذه البرامج صراحة مفيدة بزاف كنستافدوا. مرحبا لالا هدى شنو حب الخاطر شنو بغيتي تسمعي؟ انا كنسمعك جاي دابا وتنسمع هادشي الاكتئاب وهذا ودابا دابا انا تقريبا شحال هذا مع اعوام دابا تنحس براسي بحال بحال زعما بحال الحياه كتبان لي بحال ان انغاجمون زعما ما بقيتش كنحس زعما داك لوغو ديال لافي عندي الوليدات خدامه زعما الحمد لله، ولكن كنحس براسي بحال انا عندي واحد الالتزام لدرجه ان واحد النهار قلت لواحد صاحبتي قلت لها زعما كتبان لي هذه الحياه امتاش تكون عندي 70 عام ولا 60 عام وصافي زعما تحال سالي هاد لا ميسيون بحال واحد القصه واحد القصه زعما خصها تسالي وصافي يعني المتعه ديال ما كايناش ياك و لالا هدى لالا اسمح لي تفضل لالا هدى راه راك ما غلطيش راه الحياه كلها راها ميسيون راه كلها مدرسه راه كلنا عندنا ميسيون في الحياه الا جيتي غير انتيا دابا مثلا خاصك تاخذي دابا تبارك الله عرفتها السيده خدامه وقاريه ما فيها باس الا خديتي واحد السيلو ورقه وجلستي مع النفس ديالك. هذه اول حاجه كنديرها بعض المرات مع الناس في هذا 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 الجانب اللي ما كيبقاوش يلقاو داك لو بليزير دو لافي، وتبداي ديري شنو هما لي شوز المسائل اللي كيتفون بليزير. ما غاديش تقولي الرياضه لا ولا بد الرياضه حيت كطلع على صيغ البونين ياك ولا بد الاكل شكون هذا اللي ما كيبغيش الشهيوات والاكل زويون مره مره صافي بليزير. ما تقولي ما نقولوش بان المراه ما كتبغيش دير شوبينغ اون ام بيان فيغ لو شوبينغ. دابا انا ماشي كنقول لك كنفتي عليك هذا شوفي انت فين كتلقاي شوفي انا عطيتك سعادتك وراحتك فوالا مثلا بحال دابا شي واحد بحال هكا كنعطيه انا غير دي دي بوان وهو كيلقى داك نحولو هدى شوفو نحولو هاي توت فين انت كتلقاي فهادشي كامل لالا هدى فين فين فرحتي وضحكتي ملي ذكرات كاتشي كامل؟ المشكلة عندي غير دابا بحال كيجي والله ما كاينش الوقت باش ندير هادشي مثلا انني نخرج انني نمشي ندير رياضه انني يعني تنتهي بالحياه كتلقى راسك غير ديك الدوامه ديال الخدمه الدراري الالتزامات صافي كتدخل الدار عاوتاني كتبقى تعاود داك لو سيناريو ديال كل نهار كل نهار لدرجه اني صافي بدا كيجيني بحال ما بحال الحياه راه واحد الالتزامات كيدوزو في النهار صافي كيسالي النهار صافي عاوتاني غيبدا نهار اخر بالتزامات واحد اخرين صافي وحنا غاديين هكذا يوميا. لالا هدى نقول لك صراحه نقولها لك زعما وانت كتسمعيني هادشي اللي كتقولي عليه شويه الفلطه ديالك. علاش ماشي زعما كان جو سي با اون تران دو فو كولبابيليز علاش؟ لانه الا بغيتي ديري الرياضه غادي ديري اون اورغانيزاسيون وتخرجيها من الضيق كنقولوا بغيتي تمشي ديري الشوبينغ غنخرجها من الضيق كيف ما كانت نخرجها نمشي ندير الشوبينغ. بغيت نخرج مع صحاباتي نشرب قهوه ولا نمشي السينما ولا بغيتي دير سي اون كيستيون دورغانيزاسيون تي تورغانيز وتخرجيها بزز من الوقت ديالك لانه الله يحفظ نقولوا قياس الخير والسلام قياس الخير. جاك اكتئاب حاد وجلستي في الدار شكون اللي غادي يقوم بهذيك لا ميسيون؟ ما كاينش ما كاينش دونك لا سوليسيون راه ما بين يديك راك الحلول ما بين يدينا راه من الحلول راه ما تلقاي عم حتى شي واحد اخر. يعني انا بغيت غير زعما نسول واش دابا هذا الشيء اللي كنحس به انا واش هو اكتئاب ولا لا لا ماشي اكتئاب لا لا ماشي اكتئاب هذا الاول ديالو يعني تي تو بريبار بور الاكتئاب لا ماشي اكتئاب هذا غير دخلتي في واحد دوامه
تشوفوا واحد الدوامه اللي كتعاود اون استوار كي سو ريبيت تو لي جو، ولكن هاد الدوامه ساهله باش تخرجي منها لالا هدى. علاش؟ لان كلشي من عندك انت واحد لورغانيزاسيون. واخا نعرف نفيق في الصباح بكري ونمشي ندير لا مارش ولا نخرج ولا بدا نخرج نهير ولا جوج في السيمانه ديالي، نفسي نفسي ثم نفسي، فهمتي؟ ما نخليهاش، لان الا بقيتي دابا من دابا شويه باش قلنا حنايا الاكتئاب، شنو هو الاكتئاب؟ كيبدا يبان لك كلشي كحل. بدا كيبان لي صراحه. مازال 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 لا ما تمت يفو باس بروغرامي. لا مازال مازال تبقى مثلا كيبان لي افكار سلبيه، تنبقى نقول الا مت الا ماتوا لي ولادي الا وقعت شي حاجه بحال هكذا، كيجيو هاد الافكار دابا كيجيوني بزاف. الشيء اللي قلنا هضرنا عليه داك المره مع الخوف، الشيء الواحد الا بقى يسبروجيت يبقى يخمم في الموت والولاد وهذا وداك الشيء، الله يحفظ الله يحفظ قي زعما كنقولها وكنعاودها، راه ولا بدا كتسلطي الضوء على شي حاجه اللي غادي توقع. اللهم الافكار الزويونه باش كتخرج الافكار الزينه، الرياضه، الماكله الزويونه، سميتها البكتيريا النافعه، هاد المسائل احنا غادي نعطيو، احنا غادي نعطيو الشفاء ان شاء الله كيفاش الانسان يتشافى. الله يبارك فيكم. فهمتي على لا شي خريجه نديرها في وسط الوقت، خريجه مع صحباتي، ولكن صاحبتي شويه شي صاحبتي اللي كنبغيها اللي ما غاديش تزيد تكمل عليا، اللي ما عندهاش افكار سلبيه توكسيك هي لا فهمتيني، او مع راجلي نقولها له. المهم جو مو شوف سي اون كيسيون دو بروغراماسيون سالينا تو تورغانيز وصافي ما كاين مشكله. لا مرحبا بك هدى حبيبه ديالي، الله يقويك ويعاونك. امين. ونتمنوا يعني طبقوا هذا الشيء. حنا دابا المشكله فينا، حنا كنقولوا كاين عند من النساء اللي كدير هذه القضيه، وانا كنت واحده منهم واحد الوقيته، دابا بدلت راسي بزاف. اييه خفت حاجه نديرها بيدي. هذاك الشيء اللي كنهضر. لا ماشي كل شيء خصني نديرو بيدي، كاين شي حويجات نقدر الناس يعاونوني فيها. كاين شي حويجات اللي ممكن ولادي يدخلوا معايا، راجلي نعطيه كل واحد مسؤوليه ديرها معايا، ماشي ندير انا كل شيء منفق وانا اللي كندير وانا اللي كنبروغرامي وانا اللي كنقاد. لا 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 وين مزيان. دابا حنا العيالات، حنا في المغرب المغربيه تبارك الله تبارك الله، حنا العيالات تبارك الله عندنا داك القوه، عندنا داك الجهد، عندنا ديك لا فورس، واحد الوقت غير تحت ماشي بحال الامريكيات والاوروبيات، كل واحد عنده شغال، وانت دير هادي والاخر يدير هادي، والدراري كيدخلوا يديروا الميناج والاخر البنيسه كتعاون، كلشي كلشي كيخدم. فهمتيني؟ حنا دائما اون فو فيغ بليزيغ ا لوطخ. ياك ومني غتريب مسكينه هذيك، ومني هذيك المراه مسكينه غادي تطيح. واخا حبيبتي غادي ننتقلوا لصباح معنا من الرباط من قبيله وهي كتسنى، ناخذوا السؤال ديال صباح. صباح النور لاله. صباح صباح الخير لالا. اخبارك لاباس عليك؟ الحمد لله الله يجازيك بخير لالا. وصباح الخير دكتوره. صباح الخير لالا. الله يعطيك صحتك يا دكتور. الله يجازيكم بخير. بغيت نسولك دكتور، عندي الاخت ديالي مريضه باركنسون، ولا مالادي باركنسون مع الدواء ديالها والضغط ديال الدواء ديالها كنحسوا بها انها متشائمه، كتوقف على لي بوين لي نواغ في لا كيسيون، اي حاجه وقعت ليها كتمشي غير المساله الكحله فيها، اي حاجه لا علاش وقع ملي وقعت لي هذيك الحاجه ايوا شتي كون كان وقعت وقعت، دائما هي كتقلب على الحاجه اللي سلبيه. هي تتخاف بزاف. عندها الخوف قاتلها في حياتها، ما عرفناش كيفاش نتعاملوا معها وفينا نوجهوها. احنا كنظنوا انها محتاجه لشي طبيب. من غير انا مازال ما شافتش الطبيب. مازال ما شافتش الطبيب. لا ولا بد. وكيفاش كداوي هاد الباركنسون ديالها؟ لا الباركنسون بالدواء العضوي، انا كنقول على الطبيب النفسي. مازال ما شافتش طبيب نفسي. وهي عايشه في ديار الفرنسيه، وانها ما كتتكلمش بزاف باللغه الفرنسيه، عندها صعوبه باش تواصل مع طبيب نفسي. ومع العائله كاين وليداتها راجلها معاهم؟ لا ما مزوجاش. لا ما مزوجاش. اولا بعد الباركنسون انا غنعطيك واحد الفجوه زعما انا حضرت وشفتها. دابا انا كنهضر معكم بحكم تجربتي والله لا قسم. الباركنسون خاصها الطبيب وخاصها الوخز بالابر. كنقولها وكنعودها، يا ما شفت ناس جاوا ماشي كنقول راه كيداوى دون فاسون زعما لا كيعاون، حيت هذا مرض ديال الاعصاب. ياك دونك نتفاهموا على هذه خاصها، وفرنسا فيها بزاف ديال الناس كيديروا ومختصين لدى الدوله كيديروا الوخز بالابر. هذه اولا. ثانيا
خاصكم معها شوية الخطب، لأنه ولا بد ليها تاني من طبيب نفساني، ولا بد باش يعاونها. ما عرفتش مسكينة شكون اللي عايش معاها فرنسا، قالت لك يمكن بوحدها، ما كاين عندها وليدة، ما مزوجاش، ما عرفتش شكون مقربين ليها ولا لا. صباح مازال ليها كاينه واحد الاخت ديالك عايشه معها، ولكن يعني كدير جهدها معها. اللي بغيت نقول لك الاخت صباح خاصكم تعذروها، ما تهضروش معها بزاف، ما تكونتراديوش معها بزاف عاد، لان ماشي لخاطرها، لان حتى الدواء كيزيد يكمل عليها شويه، كيزيد يكمل عليها مادام هي واحد امريكان واحد فرنسا واحد في اسبانيا وما يقدرش يجي مثلا، ابل فيديو سالينا. لا يزيد فرحت على صباح، وشكرا على اهتمامك الخا واحد الدنيا. مزيان الواحد يكون هاد العلاقات زوينة بالعائلة، وشفتي كي اللي عيط على خطو اللي عيط على كتعجبني هكا زوينة الحمد لله، العلاقات باقي الحمد لله بخير في بلادنا الحمد لله. لا لا لطيفة، رغم المشاكل رغم الضغوطات رغم كاين واحد الشق ايجابي زوين كنضويو عليه، هو المحنة اللي بيناتنا. صحيح الا حسينا بشي واحد مثلا كيمر بازمه ديال الاكتئاب نوقفوا معاه سند، ضروري الدعم ديال الاسره المحيط كيغير وكيفرق بزاف. ولك ولد ولدك يعني عليه اللايف ستايل ديالو خاصو يشوف شكون اللي مدور به مثلا، فهمتيني، ما نعزلوهش بوحدو. غير ما نقدروش عاوتاني نبقاو نمشيو معاه في داكشي اللي بغاه هو، الا كان هو مكتئب وكيغوت علينا داكشي ما غاديش. غادي نحاولوا ما امكن مره نخلقوا واحد الجو عائلي، لاموغ للحب، واحد المويكله زوينه، واحد الجو عائلي، الغناء، الموسيقى، بلاش عليا من التلفزيون مثلا وهذا الوات هادشي المسائل الالكترونيه، باش نخلقوا ليه واحد هذا. ودائما ندعيو معاه، راه علمتكم كيفاش تقبل مثلا ديروا واحد شويه ديال الاستشفاء غير بيديكم، مثلا نحط يديا ونقرا اللي بغيت اللي جاتني في راسي، وندير النيه ديالي بانه بغيت نشافي اختي ولا ماما ولا هذا، وندير يديا نحطهم عليها ونخليها. كل ما ريحتي هذاك المريض كل ما زاد ربي فرحته. غادي نشوفوا العلاجات في الطب الشامل ياك لا لا، كيفاش متاح؟ تيتكلمتي وركزتي بزاف على الوخذ بالابر، واش كيفيد غير بوحدو؟ ولكن علاجات اخرى كاينين بزاف، كاين بزاف، نسمعوا مكالمه وبعد قولي لي شنو العلاجات المتاحه في الطب الهوليستي. فاطمه زهرة مكناس، السلام عليكم فاطمه زهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام لاله فاطمه زهرة، مرحبا بالناس مكناس. تفضلي حبيبتي. الله يجعلها تنزل حسنة تكون لعنسولة الدكتورة. يا ربي أمين، يا ربي أمين. لا يختك لالا فاطمة زهرة، هذا واجب. تفضل حبيبة ديالي وسادة لطيفية معك اللي قدرتي تبوحي لنا به، قولي مرحبا احنا كنسمك. بخير، شكرا لكم جزيل الشكر. يلا خليك، أنا عندي ماما عندها زهايمر وعندها الخوف بزاف فوق ما تصوري، هي مهرسة وقلتها بلاصتها ما كتموتش، والخوف بحال دابا غير نجي نهزها ولا نوضها ولا كتبقى قبطه فيا وما كتبغيش تطلق، واحد الخوف بزاف حتى في الجلس ديالها كتخاف. مسكينه الله يزيد فرحتها. كنعاني معاها باش تهضر لي ولا تعبر لي ولا شي حاجه ما كتهضرليش، وكنعاني معاها وما كنعرفش هي الوسيله او الطريقه باش غادي نحيد من هذا الخوف. كنعيا نقول لها ما تخافيش انا حداك، ولكن نهائيا دون جدوى. لا لا فاطمه الزهراء كيدير بعدا مكناس صافا الحمد لله انا خطيك. غادي نقول لك واحد المساله لاله فاطمه الزهراء، بان هي راه ما عندي ديري ليها والو، غتخليها تاخذ الدواء ديالها وتحطها مويكله زوين. الشيء الانسان اللي خاصو يداو هو هذاك اللي كيقابل. واش فهمتي دابا فاطمه الزهراء اللي كتعاني؟ فاطمه الزهراء اللي كتعاني ماشي الوالده. الوالده الله يزيد فرحتها، هي صافي دابا عند هي وصلات للالزايمر، زعما زعما قال لها الطبيب عندها الزايمر، دار تشخيص. تشخيص ياك؟ لا ثلاث تشخيص. بدات كتنسى شويه ما بقاتش كتعرفكم بزاف، غادي تكون كتنسى والخوف وداكشي كلشي من الزهايمر. بون ما عندنا غرض لاله فاطمه الزهراء، راه انت اللي خاصك الدواي، انت اللي خاصك تقلبي على شي ثيرابي اللي تعاونك باش تعطيك الجهد باش تكملي المسيره ديالك، تكوني مع ماماك. ما هي زعما تقولي غادي ندير شي حاجه، راه عندها الطبيب ديالها وعندها الدواء ديالها، غير خليها في لونفيرونمون ديالها، فهمتي، في الوسط اللي هي في الوسط هي اللي في حيت هما مالين الزهايمر، غير كتحيدوا من بلاصتو كيتلف. خصو دوك لي روبير ديالو كيعقل، هو بزاف مول الزهايمر كيعقل على لي روبير، مثلا هنا بيرو، هنا هذا هذا، حاشاك هذه الطواليت، كيعقلوا على الطواليت دائما. صحاب الزهايمر عقلي على هذيك، عقلوا على حيت سي دي روبير.
فهمتي كي هذا اللي خاصو كنقولها وكنعاودها هي لالا فاطمه الزهراء. مسكينه هي ما عندهاش جهه تقولها علاش هي لا ما يمكنش اش غندير معها راه ما عندها ما دير. كتسولها شنو اللي ضرك شنو اللي هذا ما كتردش عليها. لا هو دخلت الالزهير لالا سميه باش نسترو فاطمه الزهراء مسكينه ما بقاش ضرها قلبها لا ما يضرهاش قلبها علاش غادي يضرها هادشي جا من عند الله سبحانه وتعالى غادي نحيدو اللي راه حتى انا ما راه كان عندها الزهايمر ولكن راه خاصها هي تبدل هي تغير هي دير دي تيرابي هي دير الرياضه هي دير الماكله تعاونها بعدا بواحد الماكله هيلتيز ماكله شويونه صحيه اعطيها لي زوميغا 3 اعطيها دائما الاوميغا 3 باش ما تكثرش من داك هذا هذه اولا اعطيها لاشفاغاندا لاشفاغاندا معروفه حتى هي مزيانه لماماها كنقولها لماماها تاليها هي تا فاطمه زهراء تاخذ لاشفاغاندا فاطمه زهراء كتسمعي معنا حبيبه ياك كنسمع خذ 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 انا براسي راني بديت كنعاني وبديت كنلاش اش قلت لك؟ اش قلت لك دابا؟ جوسي اش قلت لك لاله فاطمه زهراء قلت لك راه انت اللي كتاكلي الدق ولكن انا بالنسبه لي الحمد لله عيطتي لهذا البرنامج غادي نعاونوك بزاف عاد خذي السيلو وقيدي دابا لاشفاغاندا لي زوميغا 3 وتهلاي ليا في لا ديجيسيون البكتيريا ديالك خدي لي بروبيوتيك باش تعاوني هاد المراه وإلا لقيتي شويه السيلينيوم والماكله نقيقيه وداكشي باش يكون عندك الجهد باش تقابليها اما هي تقولي شنو غندير باش تحيد لها الخوف داكشي لا خليها غير في لونفيرونمون ديالها وعطيها حتى هي عطيها حتى هي لي كومبليمون اليمونتير مره مره ديالها والماكله تكون ديال الدار الماكله ديال نقيقيه ما كاينش من غير هادشي راه غادي غير بغيتي نقول لك زعما ديري شي حاجه ليها زعما غادي ما غاديش نكذب عليك ولا غنقول لك هذه وصفه سحريه ولا هذه نو ما كاينش الوصفات غادي يكونوا ليك انت وحاجه اخرى ما تنسيهاش على لاله فاطمه الزهراء باش نختموا هذا الرياضه ثم الرياضه علاش كنقول الرياضه لان الرياضه كتخدم لك على سيروتونين كتطلع ديريكتومون للدماغ الرياضه المشي فهمتي لا لا هرمون السعاده باش تقدر هرمون السعاده باش تقدر مسكينه تقابل راه فاطمه زهراء انت بوحدك اللي كتقابلي الوالده ولا معك شي حد معاونك فيها لا معايا الاخت ديالي معاونين شويه بعد على الاقل ولكن واخا هكذا كان انسان صحه كتمشي واخا وشنو اللي دارك انت في خاطرك بزاف الصحه اللي كتمشي ولا ما بغيتيش تقبلي يمكن الوالده في هذاك الوضع عاودي لينا يمكن فتحي قلبك شنو اللي لا متقبلاش الحمد لله لكن انا كنت صحه كتمشي الجهد كيمشي الجهد الحق دابا هي فاطمه الزهراء دابا راه هي اللي عيات راه ماشي الام ديالها الام ديالها الى ستاغني صافي عندها الالزهايمر فهمتيني صافي دابا راه هي كتشوف راسها كتعيا لانه مول الالزهايمر الله يشافي ما كتبقاش ديك لا كومونيكاسيون معاه ديك لا كومونيكاسيون مثلا كنهضر معاك كتفهميني كنقول لك بغيتي هذه لا ما كتبقاش كيولي عالم ديالو بوحدو عالم ديالو بوحدو العالم ديالو بوحدو كيصعيب على هذاك اللي مقابله فهمتي دونك هي خاصك تحاول هي ما امكن تهلا في راسها انا عطيتك حلول باش تهلا في راسها والرياضه الرياضه الرياضه باش قدري ان شاء الله تكملي وربي راه عطاك واحد النعمه كبيره كتربحي فيها الاجر اللي هي انك رضات الوالدين خصوصا الام شي حاجه عظيمه الله يقدرك لاله فاطمه الزهراء وغادي نمشيو حبيبه ديالي نكملوا شويه العلاجات سريعا سريعا ياك شنو نهضروا من المكالمات مع درون المستمعين ما نقدروش ناخذوا اتصالات لانه ما يبقى لناش الوقت بزاف تفضلي لاله في الهوليستيك لاله سميه لا ميدسين هوليستيك فيها بزاف ديال الطرق ديال العلاجات على حسب انت مثلا هذاك اللي جا عندي حيت كتقول له تنعاودها راه كاين سميتو الدم ديالنا ماشي واحده كاين الافكار ديال ماشي واحدة داتنا ماشي داتك هي داتي كل واحد على حسب هذا دونك حنا كنشخصوا هي مثلا جات مثلا نقولوا السيده جات مثلا فاطمه الزهراء مثلا كتعاني من داك لا كومونيكاسيون قلت لا كومونيكاسيون الوالده كتخاف خصها هذا غادي عندها العلاج ديالها بوحدها ماشي بحال واحد اخر خصها بعدا بزاف ديال الاسترخاء خصها بزاف ديال لا ريلاكساسيون خصها التنفس حتى دابا حنا ملي كنهضروا على التنفس تيصحابوا من الناس راه غتنفس ديك الساعه وتولي لاباس لا راه هو راه الطريقه راه طول اليوم طول النهار وفي الليل بحال دابا ملي كيفيق الانسان مثلا انا اليوم ما فقت بكري ضربتني الفيقه مع الخمسه راه درت تنفس شنو غادي ندير نبقى نشوف الحيط ما لنا غرض نهضروا نرجعوا لهذه ديالنا
العلاج الاسترخاء لا ريلاكساسيون لا ميديتاسيون، لان لا ميديتاسيون علاش كتبدا تامل تامل علاش لان كتولي لي بونسي عندك بوزيتيف كتحولهم من نيجاتيف لبوزيتيف كتصفي افكارك كتصفي الدماغ ديالك كيصفى كتاخذ مثلا كنعطيها بعض المرات انا كنعطي ستيلو ورقه كنقول حيت بعض المرات الدماغ كيكون ساتوري عامر بحال شي ماريو عمرتي بالحوايج كيبدا يلوح لك هذوك القوام كتحس به كتحس به صغير صغيرتي دونك كنحاولوا نحيدوا داك قوه دوك الافكار الخايبه اللي عندك تمايا باش انا قلت لك بالتامل بلا ريلاكساسيون ليبنوز ليبنوز اللي شي حاجه عظيمه اللي هو داخل في التنويم ياك لا بيان سور هو التنويم المغناطيسي غير هو عنده طقوسو حتى هو طقوسو عنده فهمتيني خصك تعرفي شكون اللي غادي يديرو لك حيت شحال واحد يا ربي تسمح لي في هذه الكلمه تا يديرو كيكون هو خاصو ما كيتقنش التقنيه مزيان ماشي هكاك تيكون هو عامر مشاكل هو كيدير ينقلها ممكن بيان سور سي نورمال لان كيكون المخ محلول كي حتى الشكرات كتكون كتقبل هذا عالم اخر و هذاك عالم اخر من حاجه جربت واحد واحد السنوات صراحه كانت النتيجه مزيانه واحد الا تقنا كاين الوخز بالابار وخز بالابار قسما بالله لا نعمه من عند الله نعمه علاش قالت لك الدكتوره كانوا كيديروها غير زعما النبلاء والاثرياء والاثرياء وداك الشيء عاد دابا بدات ولكن عند مختص احنا كنهضروا دابا وكنهضروا دائما على شي واحد مختص ما نمشيوش عند درباز ما نمشيوش عند شي واحد يلا خدا ويلا بغا فهمتيني ما كان جو كريتيك با كاين الاوستيو الاوستيوباتي تا هو عندنا الاوستيوباتي تا هي مزيانه نفسروها شنو هي؟ طويله خاصها الوقت شو شو اكل لا الاوستيوباتي هو تا كاين نوعا ما من التدليك تا هو تيمشي لك لو بوان اللي كيضرك فهمتيني بحال كاين التدليك ديال الطاقه هلا لا سمية عظيم هذاك انا بنفسي كنديرو لحد الان ملي كنشوف راسي شويه عييت ولا شي حاجه كندير تدليك ديال الطاقه ديالو كاين ناس مختصين به ماشي اي واحد يقدر يدير لك تدليك ديال الطاقه ديالك لاكوبريسيون كتسمى مطلوبه بزاف عاد عندنا كانت في امريكا كاين لا ريفليكسو بلونتيغ كاين لا ريفليكسو ديال هنا كاين الاكل خاص الاكل اوتوماتيكمون يتحيد هذاك اللي زعما الاكل اللي فيه السموم الاكل هذا كاين لا كلوروفيل كتعاونك على الاكتئاب ما ينساوهاش الناس كاين لاشفاغاندا كاين بزاف كاين المانيزيوم هذاك ما خصش الانسان يحيدو كاين الرياضه يا لالا كاين الانسان خصو يتمشى باش كاين صالح مع الطبيعه خرجوا خرجوا للطبيعه كاين يتعلم الانسان وكاين واحد بحال بغيتي تقول الان كوتشينغ سبيسيال ديال الناس اللي عندهم داك الانفعال بحال حنا كنقولوا اسي سور اون بومب فهمتي جالس على بومبا عا كتهضر معاك كينفجر هذاك حتى هو كاين واحد الكوتشينغ ديالو واخر المطاف اللي زوين انا غادي يعجب كاع الناس هو لو كوتشينغ على لا سوميا سبيريتويال كوتشينغ سبيريتويال هو اللي كيعلمك الحب طاقه الحب اللي عندك متصلة مع الله سبحانه وتعالى في القلب ديالك راه شحال من واحد كيقول لك انا كندير وانا كنفعل ولكن خصنا نشوفوا داك القليب ديالك باش عامر ياك واش كاين داك لا غراتيتود لا غراتيتود الشكر لا الشكر الشكر طاقة الشكر واش عندك موجودة ها هي يعني كتكون هنا واش عندك غفرتي سمحتي لشي واحد كان تعدى عليك ولا ضربك ولا دار لك شي مصيبة ولا شي حاجة تسمح خصك تسمح ماشي تسمح ليه هو تسمح لا كتسمح لراسك حيت الا سمحتي ما كتبقاش داك الحبل متصل به بق تتقطعو كتولي كترجع عندك وهادشي فيه خدمه ياك في حصص وفي بزاف ديال وصراحه ممتع هاد المساله هذه للاسف لضيق الوقت حنا ما غاديش نقدروا نكملوا حديثنا نقدروا نرجعوا لها في حلقتنا لا خاصنا نكملوا خاص الناس يستافدوا خاص بزاف الناس يستافدوا لان عندي بزاف 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 لا لا لطيفه شكرا لك بزاف صراحه والله العظيم يعني كانت هذا اجر زوين كانت قاسمه معنا علاش انا كنقلب على الاجر وطول عمرك ان شاء الله ونشوفك على خير الاسبوع القادم ان شاء الله انا معاك وما كانش غيضيق الوقت كون كملنا انا وياك ما عنديش مشكل ولكن عاوتاني كاين فقرات اخرى كتسناو عند المحبين ديالها فانا